المعلم عم يتصل. نعم معلم. ميماتي ما تخلوا حدا ينتبه عليكم، وتعال انت وعبد الحي لعندي. وينك انت هلا؟ امشوا لقدام بتشوفوني. ماشي معلم. طالب بده يشوفنا. شباب لا تتحركوا من هون. في شي اخي؟ ما في شي، عنا شغله. شو صاير؟ السلام عليكم. معلم صاير شي؟ هاشم طبعا ما رح يعطينا باران. لا يعطيه، نحن منعرف ناخده. بكفي ان نكون ثلاثتنا سوا. معلم اتصلت فيك الاستاذ المدعية؟ اتصلت. معلم شو ما قلت معك حق، بس بحلف لك يا معلم انه ما كان بدنا هيك. اذا مو هيك كان بدكم، شو يلي اخذكم لهنيك؟ مين هاد هاشم ليقول لك لا؟ انت يلي حطيت روحك على كفك وانقذت له ابنه، فوقه بيجي بيتمرد عليك؟ يعني رحتوا من شان تقتلوا هاشم؟ قلنا خلينا نشوف نمرته بعيوننا. رحنا ما لقيناه، كنا طالعين بس رجاله ما تركونا وصاروا يتنمردوا علينا. معلم عملناها حتى ناخذك لهنيك. كيف يعني مشان تاخذوني؟ لو كان هاشم هنيك كنا رح نتصل ونقول لك داهمنا بيت هاشم، وانت رح تروح تتدخل، وكنت رح تسامح هاشم بروحه وتسامحنا قلنا كمان. طيب شفتوا انه هاشم ما نهني، ليش لا تفوتوا؟ الجماعة ايديهم مو مربطة. معلم انا زلمة ضاربة في وزاتي، عن شو عم تحكي؟ عبد الحي ما له ذنب شي، كل الحق علي انا. مو سهل معلم، روحت إرسوي مرتين ثلاثة من إيدي، ما بقى براسي عقل. إرسوي شي وهاشم شي تاني يا ميماتي، فلازم يضل براسك عقل. أنا ما كنت عم ألعب معكم، شو يعني بنروح وبندهمه وبيجي مراد بعدين؟ صار اللي صار. مزبوط صار اللي صار. معلم ليش طلعت من عند هاشم بدون ما تاخذ باران؟ اخذت باران. اخذته مقابيل تسلمنا. من وقت ما عرفتني لهلا انا بدلت حدا بحدا يا ميماتي؟ اذا بتعملها فهذا حقك، بالنتيجه ممدوح ما له ذنب بشي وباران ما له ذنب كمان. يلي بده يعمله هاشم يعمله فينا. خفت كتير انه يكون قتل باران، يعني مثل ما قال ميماتي، اذا كان هاشم بده يعمل شي يعمله فينا، بس شلون كنا رح نطلع بوش ممدوح اغا؟ شلون كنا رح نقله انه حفيده مات بسببنا؟ ليش جبتنا لهون؟ كيفك عابد؟ منيح معلم. شو بدنا نعمل هلا؟ أنا راجع مع عابد. هاشم أغا بالبيت، إذا ناويين تدهموه دهموه هلا. إذا ما متوا وبيتوا عايشين، بتروحوا بتسلموا باران لجده وبتاخدوا معكم جثة هاشم، وبتقولوا له نحن يلي قتلنا حفيدك وقتلنا عدوك وابن عدوك.
وإذا ما قدرتوا إنكم تدخلوا بتروحوا بتسلموا الجثة لممدوح آغا. وبكل الأحوال أنا لساتني عند قراري، إذا بتعملوا هيك شي مرة تانية رح يكون تصرفي غير. يا ريت تتركوا عندي شي خليني أحفظ شوي من صداقتكم واحترامي ومعزتي لألكم. قبل ما تعملوا شي فكروا دقيقتين، بس دقيقتين، مو كتر دقيقتين، وبعدين بتعملوا يلي بتشوفوه مناسب. معك سيجارة شي؟ ما معي. طيب ويسكي أو شي حبة من اللي معك؟ ما معي شي. شو رح نعمل هلأ؟ رح ناخد نفس ومندخل على البيت ومنخلص على هاشم. أنت استناني هون، أنا بروح وبستكشف. بلا ما ندخل هلا على البيت، في حواليه مسلحين كتار وجواته كمان. خلينا ندخل قبل أذان الصبح، بيكونوا تعبوا. ونحن منحضر حالنا، منجيب سلاح بكفينا وبعدها مندخل. إذا بدك بهالفترة منروح ومنعطي خبر لممدوح كمان. ما بقدر اطلع بوش ممدوح بدون ما أخذ رأس هاشم. ماشي مثل ما بدك، بس ندخل على الأذان؟ لا هلا رح ندخل. أخي إذا دخلنا هلا منموت. شو قصتك؟ شو ما سمعت المعلم؟ قال بتروحوا وبتموتوا، ما بقى بدي شوفكن. لا ما قال هيك، قال فكروا دقيقتين قبل. هاي معناها روحوا موتوا. ميماتي خلي يموت هاشم وبعدها منموت نحنا. إذا متنا قبل ما يموت هاشم بيقولوا هربوا وراحوا. أنا ما عم قول إنه نعيش سنين طويلة. أنا ما عاد عندي قوة تعيشني دقيقة تانية. أصلاً بعد ما مات علوش ما بقي عندي رغبة إني أعيش. كنت عم بقول بقتل السافل إرصوي وبعدين بموت. واضح إنه إرصوي ما عاد بحياته رح يوقع بإيدينا. والله أنا فهمانك. إيه بس شو إلى معنى إنه ناكل الرصاصتين من أول ما ندخل ونموت بأرضنا؟ فهمني، عم بحكي شي غلط؟ الصبح قبل طلعت الشمس منحضر حالنا ومندخل. انت عم تحكي هيك لتخدعني. بحلف لك يمين لا. واذا بدك تعالوا شوف. عم تحكي مزبوط يلي قاله المعلم، بس فكروا دقيقتين وقتلوا هاشم وبعدها موتوا. ماشي منروح منجيب سلاح. يلا اخي
بلا ما يبقى يدور هذا المسكين بالسيارة معنا، منحطه بشي محل. ايه ماشي احسن. إرصوي اللي بالسيارة. لا ميماتي، أي إرصوي؟ لا لا إرصوي. أنت شو عم تعمل؟ ميماتي، ميماتي ارجع. صرنا مديونين إلك أولوبي. ما في دين بين الأخوة، من الأخ لأخوه. إيه والله. تفضل استريح. بما أنك أخذت بتار ابنك، بكرة بعد الجنازة رح نجمع المجلس مشان نحكي باللي صار، ومنخلي أخوتك بالمجلس كمان يعزوك شخصيا. مو قبل ما أقتل ممدوح بالأول. إذا بدك تقتل ممدوح لازم تشارك أخوتك بهي الشغلة، لازم نكون مع بعض من هلا. مراد على مدار إجا لهون. قال لي مو ممدوح يلي عملها. ومين اللي عملها لك؟ ما قال مين عملها. لمح علينا؟ لا، بس قال اللي عملها راح يقدمه للمحكمة. أي محكمة؟ هذا الزلمة عم يتمسخر؟ أي محكمة هاي؟ بس المساكين هن اللي بيطالبوا بحقوقهم بالمحاكم. لما قال لي مراد محكمة فكرت إنه واحد بيحبه كتير هو يلي عملها. يعني مين غير ممدوح؟ ليش ليعمل معنا هيك شغلة؟ أصلاً ما صدقت كل يلي قاله. لازم يكون في قنابل يدوية بالسيارة، شوف لي اياها. شو بدك تعمل؟ مثل ما قلت المكان معبى ناس، في طريقة واحدة
رح روح على السكت وقرب من هنيك قد ما بقدر، وبعدين لما بقرب من القرصاي بسحب القنابل يلي معي وبفجره. هيك أنت عم تنتحر يا ميماتي؟ لا طبعا، لأني رح أقتل هاشم وقرصاي قبل ما أموت. إذا بدك اتصل بصديقك منشان يبعد من هون. مين صديقي هاد؟ صديقك حميد. إمنا بقى يا أنت بشو شاغل بالك؟ بدي أفهم، إذا متت لا رح بهمني حميد ولا كل عيلته كمان. دور لي بالسيارة. ألو حضرة المدعية، أنا حكيت مع مراد وخبرته. أنتوا هلأ عند بيت ممدوح آغا؟ لا حضرة المدعية، نحن إجينا على بيت هاشم آغا، إرصوي عنده هون. وشو أخدكن لهونيك؟ ما خطر ببالي غيرك. إذا ما بتجي لهون بسرعة، ميماتي بده ينزل يفجر حاله قدام إرصوي وهاشم ويقتلون. حكيت هالشي مع مراد؟ حضرة المدعية سمعتيني شو حكيت؟ عبد الحي، انت شو عم تعمل؟ لك عم دور ما عم لاقي شيء. ما بتقدر تدور عليهم هيك، يلا نحمله. عبيد شو صاير؟ المعلم تخلى عنهم هن الاثنين، بعتهم على الموت. عمران ما عم بيخليني أحكي، بلكي بتجرب أنت. معلم الله يخليك، لو تسمح لي منروح نحن مندعم عبد الحي وميماتي. شو بيعملوا زلمتين مع هاشم؟ رح يقتلون. عابد، وإذا بدك بنعطي خبر لزازة كمان. نعم معلم. ما ألي خاطر عندك معلم؟ عابد رح نودي عائلة المعترف لعند ذو الفقار الليلة، شو رأيك؟ معلم مثل ما بدك معلم، خلينا نروح. ما رح خليك تروح معلم. عابد قلت له انه هنن يلي قوصوا ابن هاشم؟ لا معلم. شو دخلني معلم؟ يموت مين ما كان، مو هدول اللي انقذوا باران بالزمان؟ اذا مات يحسب ممدوح اغا الايام اللي عاشها. بالنسبة لي الموضوع انتهى يا عمران. ميماتي، حتى نقدر ندخل لجوا لازم ما تطالع صوته وانت عم تتحرك، لازم ما تستخدم سلاح بكل الأحوال. أنا لما بدخل لجوا انت بتضلك برا، يمكن حدا يبقى مجروح أو متصاوب، بتقوصه وبعدين بتدخل عبد الحي. ماشي ماشي.
تبعك. يلا أنا داخل جوا، سامحني بحقوقك. يعني شو نعمل هلا؟ يا ريت تعطينا فرصة دقيقتين لحالنا، بدنا نحكي. إذا هي المشكلة خديني معهم. أساساً أنا جاي أخذك معي ميماتي. ماشي، خليني أحكي معهم دقيقتين وبعدين لوين ما بدك خديني. حضرة المدعية، ميماتي مانو غريب عنا، اللي بدك تحكي احكي قدامها، واللي بدك تعمله وعمله قدام. ماشي. حضرة المدعية. هاي معي. شو عم تعمل؟ لك انت شو جنيت؟ تعو خدوه. هلا اشنقيني اذا بدك. قنبلة صوتية. ما في شيء حضرة المدعية.
هيك ماتي بيحب يمزح معنا أحيانا، ونحن منشد له أدنيه ومنخلص من الشغلة. خدوا كل اللي هون. دعية يا قليل الخير، وهي ليكم ماتوا. شلون ماتوا؟ إمتى بتخلص هاي الشغلة؟ ما رح تخلص بسرعة، بس أول ما بينكشف شو عم نعمل أو أنت بتنكشف وقتها بتخلص. طيب وإذا عرفوا هدول الناس وين عائلتي؟ ما رح يقدروا يعرفوا، رح يكون ارتباطك مع عابد، ما في داعي تتواصل معي. أنت إمتى تعرفت على حميد؟ حميد صار معترف قبلنا، ما كنت أعرفه بالمنظمة، كنا بس نسمع باسمه ويقولوا عنه خاين. وانت مين يلي عملك معترف؟ مدير الامن. كيف؟ كنا رايحين لنعمل عملية بالمدينة ونمسكنا، المدير اجا وشافنا وقال اذا منصير معترفين ممكن يساعدنا وما بيرمينا بالسجن. وعدكم بهويات؟ لا ما وعدنا، اعطانا، ما كان حدا يقدر يلمسنا، واذا صار معنا شي مشكلة بشي محل بيطالعنا بتليفون واحد منه. ومقابل هذا الشي انتوا قتلتوا يلي كان يامركم بقتلهم. قتلتوا الناس وخطفتوهم واخدتوا خوة، ما في شيء إلا ما عملتوه. عملنا له كل شيء وما خلصنا. خلصنا من مدير الأمن، بلش اسكندر، راح اسكندر قام إجانا غيره. حلا بقى انتهت العبودية، بس بعدنا عبيد. شوف أنا ما بوعدك بشيء أبدا، بس بوعدك إنك رح تحارب هدول يلي استعبدوك. أهلين ليلى. أنا وقفت عبد الحي وميماتي وصاروا عندي. ليلى أنا ماني وصي على هدول الاثنين، تصرفي معهم مثل ما لازم تتصرفي مع مين ما كان. ومانك وصي علي، مو كل شوية تزدتلي حكي، عم بتصل لأنك لازم تجي لهون. فيني افهم ليش لازم اجي؟ لأنه ما في حدا غيرك يسلم الجسة للسيد ممدوح. إذا بدك ببعث له الشرطة وهيك خليه يعرف. ماشي جاي. أخليت جماعة أرصوي. شلون يعني أخليتهم؟ هاشم هو اللي قتل حفيد ممدوح. ليلى نحن بلشنا التحقيق ولهلأ ما في أي دليل إنه هن اللي قتلوا، يعني المحكمة رح تخلي سبيله، ما في دليل ضدهم. إيه ماشي مثل ما بدك. عبد الحي، راح أقول إني أوصت ابنه لهاشم، أنت خليك برا، أنا بضل بالسجن. شو نسيان التصوير؟ تكسر السي دي وبترميه وبنخلاص،
سيدي صار عند ليلى. خربت الدنيا. طلع المعلم معه حق انه قلعك من الشغل. وانت كمان. بس انا ما قلعني من كتر الحكي. قلعني بسبب فشلي. ايه. وهي فشلنا مرة تانية. معناتها معه حق يقلعنا. لو قايلين له بالسلامة قبل ما نطلع. حضرة المدعية، يمكن لازم اشكرك، بس حابب اقلك حتى لو ما اجيتي حضرتك ما كان ميماتي بيقدر يعمل شيء. لهيك لا توقفون على الفاضي. هدول اتنين ما بيقدروا يقتلوا عصفور. بتعرفوا ليش نحن موقفينه؟ لأنه هنن اللي قتلوا ابن هاشم آغا. شو كان بدهم من ابني هدول اتنين؟ ما كان بدهم شي من ابنك. ابنك قوص عليهم وهنن قوصوا عليه. بيقتلوا ولد بعمر الورد وبعدها بيجوا بيقولوا هذا الحكي؟ على الأقل هنن عندهم الجرأة ليجوا يحكوا. انتو عندكن هيك جرأة؟ مين اللي قتل حفيد ممدوح؟ ابن أخي قتله. بأقرب فرصة بيجي بيسلمكن حاله. رتبت أمور ضيوفنا، لازم يكونوا مرتاحين. طبعا رتبتها أغا، وعم نهتم فيهم. منيح منيح. شو ما مناخد الكلمة من تمها غير بالكماشة؟ عالم دار رح يعملها ولا ما رح يعملها؟ لو عاملها بيتركهم عند هاشم أغا وبيمشي. عم يحكي مزبوط، ما بقى في رجعة. عالم دار شطب على رجاله ومتيسر لكان. يمكن إذا بتقعد أكتر من هيك ابني محيك كمان من دفتره. بدي تسلم لي على أخي مراد. ايه تكرم على راسي. شو رأيك ذو الفقار آغا؟ منروح منتشفع لهم للجماعة؟ معقول مراد يرد شفاعتنا إلهم؟ والله أنا مالي قلب أطلع من هون يا زازا. معقول هذا الحكي اللي عم تحكيه؟ شو يعني النار ما بتحرق غير محلها؟ معقول هذا الحكي؟ هدول الجماعة وقعوا، لازم نمدلهم إيدينا ونساعدهم. غالي المصيبة والوقعان ومد الإيد، يعني كل شي عم تقوله ببكي الزلمة. بشو أحلف لك؟ ماني قدران حتى ارفع ايدي. ها حتى هو قليد. جوهر ناديلها للبنت خليها تغني لنا شوي. لسه قبل شوي سمعناها يا اغا. شو عليه بنسمعها مرة تانية؟ لا لا خلاص ما بقى فيني اسمع يا ذو الفقار اغا، حاجتنا بك. شوف هاد أمي ماتي تعرض للخيانة من المرحوم أوزجان، من محبته فيه ومحبته فيه يقبل هديك الخيانة وسامحه، واليوم ليك واقع بمشكلة وانت لاحق لشيف تغنية. أنا بشو بقدر فيد أمي ماتي هلأ؟ يمكن ايزي يا زازا، مانك شايف حالتي كيف؟ ايه بس انت فيك تنفط حالك. ما بلي فينا نندفن بالحياة. إذا بدنا ننزل على القبر ننزل بشرفنا. وقت اللي بتدفن حالك بالحياة أعدائك بيفرحوا، بس النسوان اليائسات بيعلنوا الحداد بالبيت مو القبضايات يا آغا. خالي اختارها. خالي ما مات،
لازم تفرح إذا حدا ما مات ولا؟ شو هالوش هاد؟ جوار اسأله مين اللي ما مات؟ مين اللي ما مات؟ كيمو اللي قوثته ما مات. شلون ما مات كيمو؟ أهبل، شلون ما مات الزلمة؟ مو أنت اللي قوثته برأسه ورميته من السيارة؟ أكيد مات. قال حاطينه بالعناية المسددة خالي. لا عم، شو هالحظ يلي بيفلق الصخر؟ يا ربي شو عملنا نحن حتى تبعت لنا هيك بلاوي تنضرب براسنا؟ شو خير؟ شو هالقصة اللي جتكم بآخر الوقت؟ شو مين مات؟ قوله لك، ما حدا مات. شبك؟ شو علقت معك شغلة الموت؟ مو كل الناس بيموتوا. شو بابا، ما في خبر؟ لسه يا بنتي. بابا ليش ما منهجم عليهم ومنخلصهم من بين ايديهم؟ قال لي مراد على مدار انه هو رح يحلها. بما انه ما حكى لهلأ معناته ما قدر يحلها بابا. اذا مراد على مدار قال هو يلي رح يحلها، يعني بيحلها يا بنتي. إذا ما بدك تعطيني جثة الولد ليش استدعتيني لهون؟ شو مراد، بدك تفش خلقك فيني؟ أنا ما عم بتفشش فيكي يا ليلى. أنت يلي بتعرف أكتر مني إنه عيلته بتاخد الجثة من الطب الشرعي. معناتها أنا ليش هون؟ شو نعمل بجماعتك؟ جبتك لهون لنحكي بهالشي. أنت مو مدعية؟ عملي معهم اللازم. إذا بدك بفرجيك المشاهد، الجماعة ما إلهم ذنب. إذا هيك شايفة أطلق بصراحهم، ما عاد لي علاقة فيهم. مراد، الاثنين رح يموتوا من قهرهم. أبطي عليهم وبدك ياهم يكونوا فرحانين؟ دخيلك يا زلمة، ما حكينا شي. شكرا لأنك عطيتيني معلومات، وشكرا لأنك حكيتي لي الحقيقة، وشكرا لأنك اهتميتي برفقاتي. وإذا جرحتك من دون قصدي فأنا آسف، بس بالحقيقة أنا مليت كتير. يمكن لازم تقرر إذا بدك تبعد ميماتي وعبد الحي عنك ولا لا. النتائج قدامنا. أنا عطيت قراري والموضوع انتهى بالنسبة لي. مرحبا، حضرتك هون؟ تعرفت على الأستاذ فريد ما هيك؟ حضرته مستلم التحقيق تبع ميماتي. كيف الصحة؟ إن شاء الله منيح. نشكر الله. وأنت؟ مو كتير. عن إذنكم لروح لعند بابا ممدوح وأحكي له. مين على الباب؟ مين انت؟ حميد. خير اخي حميد؟ كنت نايم؟ لا، تفضل اخي، خليه برا. شو، وين المدام؟ راحت على البلد. وابنك؟ أخذته معه. ما عنده دراسة؟ علاقتنا خرباني شوي. هيك أحسن.
خربت العلاقة بالوقت المناسب. الشغلة اللي قلت لك عنها مشيت، عم نجمع حالنا. وأنا موجود؟ معقول يعني من دونك؟ وين وإمتى رح نجتمع؟ أنت ما رح تجي على هذا الاجتماع. ليش؟ في عندك شغلة تانية. على مين بدنا نخلص؟ محمد فكرت هزار بي أوغلو. محمد فكرت ما بيبيع المينا تبعه وما بيبيع السفن تبعه، وحسب ما بعرف كمان عنده شركة مع مراد بالمينا. لما أنت بتعرض عليه بيع رح يركض ركض لعند شركائه لحتى ينقذوه منه. مراد خرباني بينه وبين ميماتي، وشكلهم بالأخير رح يدخلوه السجن. ونحن ليش بدنا المينا؟ عزة آغا، انت عم تتعذب 100,000 شكل ولون لتهرب سكايرك، ويشار عم يتعذب نفس الشي بنقل البودرة. هلأ إذا صار المينا لإلنا وصاروا السفن لإلنا، هذا العذاب كله رح ننساه. انت بدك تنتج البضاعة بالسفن ما يقولوا بي؟ إذا نجحنا بهي الشغلة رح نضاعف مصارينا فوق 20 ضعف. سيد عزت، مرحبا. ما عرفتك. مزبوط حضرتك ما بتعرفني، أنا دكتور زوجتك. شو هالحكي هاد؟ دكتور شو أنت؟ ممكن نحكي كلمتين على انفراد؟ اجت مرتك لعندي لتعرف إذا عندها قدرة للإنجاب ولا لا. مرتك ما عندها مشكلة بنوب، إذا معك وقت منعمل لك شوية تحاليل. إمكانياتنا تطورت كتير. أنت لك علاقة مع مرتي؟ لا يا سيد، معقول هالحكي؟ معناتها إذا بدها دجلة ولد بتقلي إلي مو إلك أنا زوجة. عم تفهم هالحكي؟ عم بفهم. جاي لتقلي انهم قتلوا باران؟ ان شاء الله العمر الكم. يا رب Oh!
من امتى اجيت حبيبي عزت؟ ما سمعتك. هلا اللي جوعان شي؟ حضر لك شي تاكله؟ روحي نامي. صاير شي؟ طيب تصبح على خير. عملت اللي براسك عبد الحي؟ أخي وجودك برا منيح ووجودي أنا جوا منيح. وأنا شو بقدر أعمل لوحدي؟ إذا تضايقت برا فينك تيجي لعندي لهون. دير بالك على حالك. وأنتي لا تاكلي هم منايا. نقدر نقدم للمحكمة تقرير بوضعك الصحي ليتركوك؟ صحتي منيحة كتير وجوه يمكن رح كون أحسن. شلون بدك تكون أحسن؟ تركيني وعطي الدواء تبعي لميماتي. عبد الحي شو نوعك بين البشر؟ الواحد على القليلة بيقول أنا زعلان لأني ما بقى رح شوفك. أنا زعلان لأني ما بقى رح شوفك. انت شو عم تعمل هون؟ المعترف قال طالب يحكي معلم. حاكي انت. قال الشغلة مهمة وطالب يحكي معك شخصيا. ما اكلت شي. مالي نفس. ما تضايق حالك، على القليلة انت برا السجن. ايه مزبوط. بيمضى شوية وقت ومراد بيتراجع عن قراره. ايه شو رح يصير اذا تراجع؟ ما عاد في ارض لنسقيها ولا حتى شجرة. عفوا بس عم ينتظروا حضرتك بالقلم. ماشي ابراهيم. راجع بعد دقيقتين، اشرب الشاي. حضرة المدعي، شو المفاجأة؟ لا تتمايع. مين انت؟ مين ماتي باش، لازم التقي فيك اليوم. تفضل حبيبي. عادي دجلي.
لما تجوزتك أنا ما قلت لك إذا بتعملي أي شيء بتصير عني ما بخليكي عايشة؟ إيه مزبوط قلت. ورايحة على الدكتور بتصير عني؟ رحت. عم تلعبي بشرفي يا قليلة الوجدان؟ إذا بدك تقتلني قتلني، بس أنا بدي ولد. قال الدكتور إذا سلت حمك. ما بقى بتطلعي برات البيت. لازم اني اقتل محمد فكرة هزار بأوغلو. ليش انت؟ اغلب الظن انه شاكين بشي، اذا ما قتلته راح يقتلوني الي. وراح تعملها لوحدك؟ على الاغلب راح يكون معي اثنين تانين. وبتعرف هدول التانين؟ لا لسه ما قالوا لي من هن. وين بدك توصوا؟ ما بعرف، راح يبلغوني بالمكان والزمان. تعرفوا لمحمد فكرت؟ بعرفه. هاي الشغلة رح تنكشف عاجلا أم آجلا. يا ريت تبعتني أنا وعيلتي برات البلد. لما بيخلص شغلك على الآخر بتروح. معناته الزلمة رح يموت. لا ما رح يموت. بهالحالة رح موت أنا. أنت رح تقوص عليه، بس الزلمة ما لازم يموت. شو لنا شغل مع واحد مثل عزات يا إبراهيم؟ قلع لك يا سيد فكرات، الزلمة إجا. قلعوا خلاص. بصير حدا يجي لعندي بلا موعد؟ خود كل مشمش. سيد فكرات، عزت آغا زلمة مافيا بلا ما يوجع لنا راسنا. شوف أكلت مشمش قام اشتغل عقلك دغري. لو حاكم الأول يا إبراهيم خليه يفوت. ماشي سيد فكرات ماشي. شو بيشتغل زلمة المافيا هاد؟ أكبر مهرب بالأراضي التركية. وليش ما معنا خبر بنوب؟ في عنا مينا وفي عنا سفن، وأكبر مهرب بتركيا ما منعرفه. اللي شلون هيك؟ تعرفوا بعض من فوق 20 سنة سيد فكرات. شو بدي أعمل بذاكرتي؟ ما عم بتذكر من حياتي كلها غير النسوان. في صنم ما لازم اكسره يا إبراهيم. معلم الزلمة ما بيجي ولاد، تزوج 4 مرات، عنده مرة صبية. اوعى تدخل معه بهاي المواضيع. شكلك مفكرني خرفان على آخر. أهلا وسهلا. قلت له من فترة لإبراهيم صار له زمان كتير ما أجل عنا السيد عزت. يمكن نحنا لازم نروح لعنده. واضح إنك زعلان من شي، ما قلت لك يا إبراهيم؟ طبعا قلت سيد فكرات. شلون صحتك سيد فكرات؟ لما باكل مشمش بصير منيح، بيحافظ على الشباب. تفضل. بلكي بيحافظ على الشباب. لا شكرا معي سكر. طيب خود تين، التين وحده بوحده للسكر. شكرا. بيفيد كل انواع السكر، وبشكل خاص مع الصبايا الصغار الحلوين. سيد فكرت انا صرت ختيار وحابب اني اتخلى عن كتير من شغلي واتفرغ لشغلي وحدي. حكيت مع مرتي والمقربين الي قالوا لي انه سيد فكرت
ما بقى عم يهتم بالمينا والسفن تبعه مثل أيام زمان. جاي أسألك إذا كنت عم تفكر تبيع المينا والسفن تبعك. قلت إنك حكيت مع زوجتك والمقربين لإلك، بس حسب ما بعرف إنه زوجة حضرتك صبيح، يعني من وين بتفهم هي بهي المواضيع؟ حكيت على سبيل المثال يا سيد فكرت. ما هو أنا هيك كمان توقعت. أنا بالحقيقة ماني مفكر أبداً إنه بيع، إلا إذا إجاني عرض مادي منيح وقتها بفكر. ما معي مبلغ كبير، إذا منحكي فحسب قيمته على الأرض. ادخل معي الشراكة عزة أغا، اعملوا تجارتكم من المينا تبعي واستخدموا السفن تبعي. ما بحب الشراكة مع حدا يا سيد فكرت. وأنا كمان ما بحب بيع أملاكي يا عزة أغا. معلشي اعتبره طلب من أخوك الكبير اللي بيحبك وبيحترمك كتير يا سيد فكرت. كل واحد منا عنده طبع شكل، ونحن بشر ومنغلط، بس هيك العمر بيقلنا. نصيحة من أخ لأخوه، وافق على العرض تبعي وبدفع لك نقدي فورا، وركاب الطيارة وعيش مع النسوان وكل مشمش لآخر عمرك. في شي حكي بدك تحكي ما بنعرفه أو لسه ما سمعناه يا عزت أغا؟ إبراهيم أنت بتعرفني، أنا ما بحب الحكي الفاضي وما بحب الحكي الزايد. أنا قلت اللي بدي أقوله، الباقي أنتو يلي بتحددوه. عزت أغا انبسط بجيتك لعنا، وكمان طعميناك تين، ورح يجي يوم نجي لعندك وناكل تين عندك. اللي ما بيقدروا عن النسوان والبنات ما بيتحمل قوتي وطريقة حياتي. أنا بمارس التجارة تبعي، بمارس الرياضة كمان، وما بقدم حسابات لحدا، وما بخاف من حدا بنوب. الله يقويك ويحفظك ويطول بعمرك عزيزي فكرت. كلنا سوا، كلنا سوا. يا ريت توصل احتراماتي للست الصبية زوجتك. شغلة عاطلة، الوسخ وتر لي أعصابي. بدي تعرف لي وين مرته لهذا الزلمة، وشو بتعمل وشو بتحب. جاي على بالي آكل مشمش هذا الزلمة. شو في انجي؟ قال سألتي عني؟ ايه باري حبيبتي، في موضوع صغير وما بدي ابي يعرف فيه. خير شو في؟ رح يكون موبايلي مسكر لبكرة. ومين هالمحظوظ؟ ما في هيك شي، لو في اكيد كنت بقول لأبي بكل بساطة. انا رح اعمل عملية وما بدي ابي يعرف شي. يعني شغلة خطيرة؟ الشغلة مو خطيرة. عملية شو أنجي؟ ممكن تفهميني؟ بالنتيجة رح تاخدي مخدر. ماشي أنا ما رح أقول لأبوكي، بس على الأقل يكون معي خبر وين بدك تكوني ومين بده يكون معك. حبيبتي طلبت منك تخبي هالشي حتى ما يسألني أبي هاي الأسئلة، بس بدي إياكي تعرفي إنه ما في شي خطير. إذا سألك أبي عني قولي له رح تطلع مع رفقاتها وخلص شحن موبايلها، وأنا حكيت معها من شوي وهيك شغلات. طيب ماشي مثل ما بدك. الله العليم مع مين انتي رايحة؟ خود الشاي ودي انت. اخي مو انت اللي بتودي الشاي للمعلم مراد؟ انا اخذ موقف منه، واذا سألك بتقول له هيك عمران حكى.
تفضل. السيد مراد موجود؟ مين حضرتك؟ المدعي فريد. استريح دقيقة، بتحب تشرب شاي؟ لا شكرا. معلم، اجوا من الادعاء، يمكن بدهم ياخدوك. مين؟ ليلى؟ لا معلم، هذا شاب قال اسمه فريد. ها ايه صديق ليلى، خليه يدخل. ما بدك تهرب منه معلم؟ وليش لا اهرب؟ شو صاير لعقلك؟ ايه تفضل. اهلا وسهلا. اهلا فيك. خير سيادة المدعي؟ قلت لحالي حابب زورك. اهلا وسهلا، شو من ضيفك؟ ما بدي شيء شكرا، ما في داعي. حضرتك انت وليلى في اي شيء خاص بيناتكن؟ في صديقتي كتير. وغير هيك؟ ليلى صديقة عزيزة كتير. عدم المؤاخذة، لو ماني جاي أسألك هالسؤال كنت رح أتضايق كتير. ما بعرف إذا قلت لك ليلى، أنا عرضت عليها الزواج. إيه قالت لي. بعدين شكيت جواتي، قلت لحالي يا ترى معقول يكون في بيناتكم شي، لأن ما عطتني جواب لهلأ. يعني جاي تسألني لألي وما بتسأل المرأة يلي عم تفكر تتجوزها؟ ليش ما بتروح وبتحكي هاد الحكي مع ليلى؟ حبيت احكي معك رجال لرجال. معناتها لوقف الشك اللي بقلبك وخليك ترتاح من ناحيتي. انا والاستاذة ليلى صديقين مقربين من زمان. هيك ارتحت. حضرة المدعي، الكفاح ضد النسوان وتفكيرهم بيشبه كتير الكفاح ضد المجرمين. اتنين كل ما لحقتهم بيهربوا، بس لما بتمسك المجرم بتاخده على المحكمة، واذا طلع مذنب بينحكم. ولما بتمسك المرأة أنت يلي بتنحكم، بيكون حكمك معروف مؤبد. لهيك نصيحتي لألك أنك تكون صبور معه. صح معك حق. ها أهلين ليلى. شو عم تعمل؟ قاعدين أنا والأستاذ المدعي. أنت شو عم تعملي؟ أي أستاذ مدعي؟ الأستاذ فريد. شو قاله شغل فريد عندك؟ التحية الأولي بيكون سري حضرة المدعية. بلا غلاظة احكي. سألته عن وضع ميماتي وعبد الحي، وهو كتر خيره إجا ليحكي معي. كتير منيح، منحكي بعدين. شكرا كتير لأنك ما قلت لي عن السبب الحقيقي لزيارتي لك. أهلا وسهلا. يا ترى شو قصته فريد؟ رايح لعند مراد؟ وليش راح؟ قال عم يزوره مشان التحقيق، بس باينته رايح مشاني. الزلمة معه حق، راح يعرف إذا في شي بيناتكم. إذا في شي ليش لقله للزلمة بفكر؟ ليش حدا بيفهم عن نسوان؟ يمكن مشان الغيرة، يمكن مشان يتحرك مراد، ومشان يرتاح المدعي كمان. دخيلك، بتفهم كتير بالنسوان. بنتي، ما بعرف بالنسوان، بس بفهم بعقلية الرجال. أخي حكمة، شلون كان الامتحان؟ أي امتحان؟ امتحان قبول الجامعة. منين بتجيبي هالحكي؟ القاضي حرضتك على هالشي وانت رحت مليت الاستمارة، يا عيب الشوم عليك. ما كان الامتحان سيء، رح أخذ شغلتك من إيدك. تأخذها ب52. وانت بتجي بتزوريني مع المدعي فريد ومعكن ولادكن. أوف، إذا من هلأ عم تقفق فيه، ليش لابسة خاتم الزلمة بإصبعك؟ ولا فعلا في شيء؟ أغص، روح جيب لي بدلتي. أنت بتأمر سيدي.
قال ابني في عنده مسؤول عنه. مين بيكون ابنك؟ حميد. تفضلي، هاي أنا. إذا عارف حميد بيزعل مني كتير. ليش بينزعل من الأمهات؟ تسلم، الله يرضى عليك. عليك العافية، شو صاير معك؟ الله يعافيكي، صار معنا حادث يا أمي. الله يشفيك يا ابني. تفضلي استريحي. تسلم. غريبة، ما قال لي حميد إنك أنت هون. بيكون خجلان لأني جاهلة لروح أحكي شي كلمة غلط. أمي هلأ أنت وين ساكنة؟ هلأ قاعدة هون، وبروح لعند ابني زلفو، وبيديروا بالهم علي الله يسلمهم. تفضلي أمي، اعتبريني ابنك. إذا في شيء أحكي وأنا بساعدك فيه. أنا ختيرت وما عاد إلي حدا بهالدنيا كلها غير ابني حميد، وأنت بتعرف حميد، هذا الولد منحوس من صغره. بالأول وقع بين إيدين المنظمة، الله يرضى على الدولة كتر خيرهم، هنن أنقذوا لي ابني. وهلأ قلبي حاسس إنه حميد داخل بشغلات مو منيحة، ما هيك؟ مشان هيك راحوا قطعوا له إيده كرمال كل مين بتحبه. احكي لي الحقيقة، لا أعرف، بترجاك. أنت قلت لي إنك أنت معلمه لابني، أنت شو الشغل يلي عندك؟ وحميد شو عم يشتغل؟ أمي، اللي عم يقلك إنه ابنك عم يعمل شغلات غلط عم يكذب عليكي. حميد ما عم يعمل شيء غير إنه عم يخدم وطنه وشعبه بكل شرف. ابنك بعد ما خلص من المنظمة قام بمهمات كبيرة كتير وقدر ينجح فيها وساعد دولته كتير وحارب الإرهابيين بقلب قوي ومن دون ما يرف له جفن. هو راح المنظمة واجت الدولة على باب بيتنا وهانتنا قدام الناس، وبس خلص من المنظمة هاي المرة صاروا جماعة المنظمة هنن اللي عم يهينونا. طلعنا من ضيعتنا لأنه ما عاد فينا، وهيك انتقلنا على ضيعة تانية. هالمرة صاروا الناس هنن يعيروني، صاروا يقولولي ابنك مجرم. شو يعني صارت هلأ خدمة الوطن بقتل الناس؟ كذب أمي، كذب. ياما الأعداء بيحكوا علينا، انتي ريحي قلبك. في يوم رح يجي رح ياخد في حميد أكبر أوسمة الشرف في البلد، وأحفادك رح يفتخروا كتير بماضي أبوهم. ابني على سيرة الأحفاد، إذا بتسمح لي بتعطيني ابني حميد، خليني أخده وروح من هون، خليني نامشي ليلة واحدة بحياتي وأنا مرتاحة. ما في عندك حدا غير حميد بيقدر يخدمك، يعني بيروح واحد بيجي الثاني. عم بترجاك لا تستكتر علي ابني، الله يخليك. ماشي امي، رح احكي مع حميد. الله يرضى عليك يا ابني. ما بتسامحني بحقوقك؟ شو عم يقول هاد؟ عم يقول اي خالي، عم بيقول لا ابني كيمو، مثل ما الله عطاك فرصة تانية مشان تعيش وتكفي حياتك وانت مرتاح، انا كمان بعطيك فرصة، يعني فكر منيح. يلا اسحب نفس، مثل هيك مرة تانية بسألك،
بتسامحني بحقوقك كمان. شو قال؟ هالمرة تمام، سمعتها منيح. ايه هيك خالي، شو رأيك تفحص أذنيك هلا؟ عم بيقول لا. لك دب الزلمة عم يموت، ما أنك شايف؟ ايه مين ما مات يموت، هاد ولا غيره ثول مثكلة يعني. أنا بقول يلي بعرف إنه هو الصح وبس. أوف. كمال الدين هلا شو عم يقول؟ وبلغة مين؟ خالي سألوا لا اسمعوا منيح. اسمع كمال الدين ليك، إذا بدك تقول إيه بتحرك لي إصبع واحدة هيك، وإذا بدك تقول لا بتحرك الإصبعين تبعك. ما عم أفهم على صوتك. إصبع ولا اثنين جوهر؟ إصبع خالي، ما عم تشوف؟ نجدات كأنه عم يقول بصرت خالي. لك ابني شلون فهمت انه يعني بشرط؟ طيب مخه ولا شو؟ ايوه معناتها بتسامحني بحقوقك وانا كمان سامحتك. ابني وقف، شوف شغلك مع اخوك كمال الدين، شوف حالته ما اصعبه. يا حرام المسكين. لك سامحه. كأنه حمل 20 جبل ونزلوا من على ظهري وخلصت يا جوهر. إيه هلأ الواحد بصير بيقدر يتحرك ويعيش حياته. يا لطيف، صرت مثل الطير فجأة ومثل السنون وعم طير. ياك صرت عم طير بالسماء وين ما بدي. وإمتى بدك ترد لي حقي؟ حق شو لك جوهر؟ قدر ما عم تحاكيني. وإذا ما حكيتك لا تحاكيك، معلش شو ما في أرنب تاني؟ خالي بصراحة أنا زعلان هالبنت. عم بتقول خالي زازا بياخد لي حقي؟ وإذا قالت شو يعني؟ ها؟ ها؟ أنت شو أكلت المسا خالي؟ دغري نسيت أكلات البنت؟ ابني أنا ما بشتغل لا بمراد ولا بعماد ولا بمزاد ولا بسعاد. يلا روح روح بسرعة شوف لي نجدة ليكون عامل له شي مصيبة. يلا سريع دبروا لي غرفة. خليني أبقى هون اليوم. ومن وين طلعت لنا بشغلة المشفى؟ بدي أعمل فحوصات كاملة. شوفي ليش جيت؟ انت يلي امرت بقتل ابني يا مراد؟ جاي لهون منشان تحاسبني ولا منشان تعرف مني؟ جاي لأعرف منك. لو بدي اقتل ابنك ليش لانقذه؟ انسى اني انقذته. اذا بدي اقتله ليش لاتركك عايش؟ انسى اني تركتك. ليش لاجي لعندك ودوس بيتك واحكي معك واترجاك منشان باران؟
انتوا أغوات أراضي وبس. للأسف ما في عندكم شهامة الأغوات. اطلع من مكتبي. انت رجال شهم يا مراد، مزبوط، انقذت لي ابني وما في بيني وبينك اي شيء، وكرمال خاطر هالشي عفيت عن رجالك يلي فاتوا عبيتي وقوسوا ابني. ومين يلي بده يعفي عنك منشان حفيد ممدوح؟ هاي شغلة بيني وبين ممدوح آغا، بيناتنا دم من 100 سنة، يروح واحد تاني مو مشكلة. انت ما بي عندك ولد، وممدوح ما بي عنده حفيد. بدكم تستمروا بقضية التار استمروا، بس اوعك تطلع قدامي مرة تانية، لا انت ولا رجالك. انت ما عاد لك عندي خاطر ولا شي، خلص الحكي. تفضل. بابا؟ نعم بنتي. رح يبقى دم باران هيك بالأرض؟ ما رح يبقى، بوعدك ما رح يبقى دم حدا بالأرض. إمتى رح تعطيني قلب هذا قليل الوجدان والشرف؟ روحي ليلون يطلعوا لي سيارتي. انت عندك اعداء كتير، ما بيصير تشرد هيك. ما جبتك لهون مشان تنصحني. احكي، عم بسمعك. من هلا ورايح رح اشتغل معك، بعمل لك يلي بدك اياه. بتريدني يكون عراب، بتريدني رجل اعمال، بتريدني رجل مخابرات، او ما في أو ما أو. بدك تسمح لي إني قتل شخصين اتنين، وبتوعدني ما رح اتلاحق بسبب هي الشغلة، وبدك كمان تساعدني بقتلهم. واحد إرسوي، مين التاني؟ هاشم. ومراد على مدار. كل واحد منا صار بطريق، هو رسم طريقه لحاله وأنا أخذ طريقي لحالي. وعبد الحي؟ شو بدك بعبد الحي؟ الزلمة بالسجن ومو معروف بهاي الظروف إمتى رح يطلع. طلعته من جوا بتاخد معي دقيقتي. إذا بيدخل معك عبد الحي تحت أمرتي وبتشتغلوا اتنيناتكن سوا، بقبل عرضك بدون تردد. وصال، أنت ما عم تسمع ولا شو؟ ميماتي باش رح يشتغل تحت أمرتك، لشو عبد الحي؟ أنت قلت يلي عندك وأنا عم قول يلي عندي. إذا بتجوا اتنيناتكن سوا وافق، بتروح لعند عبد الحي وبتقنعه بهالحكي، وإذا اقتنع تتصل فيني فورا. Thank you.
يا ريت تسمحوا لنا، بدي احكي بموضوع خاص. ما قلت لك يا ابراهيم، اذا اجى مراد على مدار معناته اكيد الموضوع مهم. قلت سيد فكرات. عزيزي عابد ممكن تستنى برا؟ وانت كمان ابراهيم. يعني شلون ما حكيته بس تروح رح يحكي لي السيد فكرات كل الحكي؟ هاي شغله هو بيقدرها. اطلع ابراهيم وضيف صديقك مشمش. بيفتح الذهن وبيسرع الدورة الدموية وبيفيد كتير بالهضم. وما بيحمينا من الموت؟ رح نشوف. نحن عايشين بالتجربة. حاولت استنسخ حالي بس ما مشي الحال. بس خايف انهم يستنسخوا عن ابراهيم فليد. هيك الدنيا بتتحمل الغليظ مرة واحدة بس. استنسخوا استنسخوا، فكرة كويسة. إذا فيك استنسخوا اليوم لأنك ما رح تشوفه بكرة. يا عيني، وليش بقى الدنيا كلها اليوم قايمة ضدي؟ ما بعرف إذا الدنيا كلها، بس إرسوي أولوبي قايم ضدك وأصدر الحكم عليك وشكل لك فريق إعدام. معناتها إرسوي هو اللي بعت لي عزت. عزت إجا لعندك؟ إيه إجا، وقال إذا ما بتعطيني المينا رح بتموت بس بأكابري. يا إرسوي ما بيتردد بهالشي، رح يقتلك ورح يحط توقيعه. ليش أخي بقى؟ أنا شو عملت له؟ والله ما بعرف. وليش ما بدك إبراهيم يعرف؟ إذا حدا بده ينقذني هو اللي بينقذني. أنا يلي رح أنقذك، بس حتى إبراهيم رح يفكر إنك متت. دخيلك بلاها، هاي الألعاب أنا ما بحبها. بعدين إذا أنا متت حتى لو كانت لعبة، إبراهيم أكيد رح يموت وراي من زعله. فكرت معك وقت تفكر للمسا، محلي وبتعرفه. إذا أجيت بنقذلك حياتك، وإذا ما أجيت رح تضطرني أبعت ورد على المدفن تبعك. طيبين هالمشمشات؟ أول شيء منتشكر هاشم هذا لأنه عم يوقف جنبنا بيومه الحزين هذا. سلامة عمرك. سلامة عمرك. طول عمرك. سلامة عمرك هاشم هذا. شكرا لكم. سلامة عمرك أخي. قلت إن العضو الجديد رح ينضم الاجتماع الجاي. اليوم كمان ما رح يجي؟ بلى ليكو وصل. هو هون. أغوز. بتأمني فيه انت تقدري تقسمي عليه مدام انجي. قولي بحلف يمين. بحلف يمين. رح اخدمك واخدم اخوتي. رح اخدمك واخدم اخوتي عهدا اعتبارا من هذا اليوم ولآخر العمر. عهداً اعتباراً من هذا اليوم ولآخر العمر. أهلاً فيكي بيناتنا. شكراً لك.
تضحك علينا يا قلوبيه؟ عفوا شو قصدك؟ نحن المرأة عنا بتفوت على القبر بعد بيت جوزها مو على المجلس. مين هي المرأة اللي تيجي وتقعد معنا على الكرسي مثلنا مثلها؟ هاي ما كانت تبع اسكندر الكبير بالزمانات؟ اسكندر خلاص مات، وطبعا بالمدام انجي عايشة. اي تعيش وتعيش ألف مرة، خليها تروح تاكل مصاري أبوها وما تتدخل بشغل الرجال. سيد إرصوي، واضح إنه في عندك هدف من وجود الست إنجي بيناتنا، فياريت تشرح لنا هذا الشيء ونحن رح نسمع حتى نقدر نكسر الحكم المسبق حول هالست المحترمة. أنا عندي ثقة إنه المدام إنجي رح تضيف قوة لقوتنا، أصلاً هلأ هي عندها قوة تقدر تجابهكم كلكم. خليها هي تقدم دفاعها. هاشم آغا، أنت لوين بتوصل كلمتك بالبلد؟ بجنوب الشرق وبالشرق. الزلم اللي بيذكر اسمي ما حدا بيموس شعره منه غيره. ما بيكفوكي؟ كذا مليون إنسان. عزت آغا، أنت قوتك لوين بتوصل؟ أنا ما بعتبرك ند لتحاكيني وجاوبك. اسم عزت آغا له مكانته الكبيرة باسطنبول، ما في باب ما بيقدر يفتحه. يشار آغا، بكل محل بتمر منه بضاعتي. بعرف إنه السيد سلامة بيهتم بشغل البورصة وبالاستثمارات. مزبوط، بس ما بعرف السيد هون. أنا اسمي مراد وأنا بعرف قوتك منيح يا مدام، وأكيد بيشرفني وجودك هون معنا بالمجلس. أنا قوتي من شمال العراق لجبال قبار وحتى باب قدرنا الحدودي، وبنفس الوقت بقبرص، وبتوصل قوتي حتى حدود مرعش. أنا عندي القوة حاليا اللي بتخليني أقدم اللي بدي يا بطل واللي بدي يا خاين. أنا القوة اللي بإيدي ما حدا منكن عنده مثله. بدال الرصاص اللي بيطلع من الأسلحة تبعكن، حرف واحد من الخبر اللي بقدمه عندي ممكن إنه يقتل آلاف الناس، أو ممكن بالعكس إنه بيضحكن. نحن هون مو مشان نناقش قوتك، إذا حدا لازم يقعد هون بيقعد داود تتر أغلو. مرحلة أبي خلص انتهت، خليه يروح يعيش البقيان من سنين حياته مع مرته الصبية الحلوة. أنا كمان مرتي صبية، يعني أنا كمان لازم أتقاعد؟ أبي ما بيرضى يشارككم بالقوة تبعه، بس أنا برضى شارككم. الحقيقة ما بعرف كم مليار دولار بتكسبوا بالسنة، بس أنا فيني إني ضاعف مكسبكم 10 مرات. وشلون بتقدري تضاعفي؟ إرسوي أولوبي بيحدد أحد رجال الأعمال، وأنا يلي رح أعمله إني رح أحكي عنه، رح أخذ ضريبتهم من الحكي اللي رح أحكي، ومشان هالشي رصاصة واحدة بتكفي. اختاروا شخص من عالم الأعمال أو سو واتركوا لي الباقي. نقتل مين مثلا؟ بلا ما يكون واحد مهم كتير وما يكون كتير تافه، خليه ينقتل بكلاشينكوف حتى ينقسم الرأي العام لمجموعتين بين الدولة العميقة والمنظمة. إذا كان الرجال اللي رح تقوصوه حياته ملونة كتير، شغلته بتنعكس بالجرايد بشكل أفضل. كل رجل أعمال بيخاف كتير من نقطة ضعفه. شو رأيك بمحمد فكرة؟ هزار بي أغلو منيح هذا؟ ما في أحسن من هيك. اللي عم تقوله هاي المرة ما بيدخل بعقل، هذا كلام فاضي، الشغل ما بيصير هيك. كبر السن بيعمل الإنسان محافظ، بخليكم تشوفوا الناس بدون عقل وضعاف، بس برأيي هاي شغلة بتستاهل إنه نجربها لنشوف حكي المدام يلي عم تحكي على الفاضي يا ترى، ولا عم تحكي عن جد. حميد، حل هاي الشغلة. تأمر أمر سيدي. أنا ضد هاي الشغلة وضد الست إنجي. أي مرة بالعالم مسكت لسانة لتمسك هاي المرة لسانة.
بابا ممدوح، الناس عم تجي لعندك وتعزيك بدل ما نحن نروح، انت جيت لعنا؟ انا هربت من البيت. شو بدي اقول؟ إذا قلت ما بينمات مع الميت ما نحكي، متنا. وإذا قلت دمنا ما رح يبقى بالأرض، ما رح يبقى حدا من نسلنا ليحاسب إذا صار شي. هاي أمه ورح يحترق قلبها. قلبها رح يحرق البلد بطريقه. معك حق. هاي الشغلة عملوها ميماتي وعبد الحي، مزبوط هالحكي؟ ايه مزبوط هالحكي، انجبروا انه يعملوا هيك. صار اللي صار. انا برأيي جمعني انا وهاشم، مو هلأ، خليه يمضى شوية وقت، خلينا نوقف الدم، خلينا ننهيها. أنا مليت من هالشغلة، ولدنا مع الدم ورح نموت مع الدم. خلي حدا منا يندفن بكفن أبيض، ندفنه بدون ما يكون عليه دم. يا ريتنا عملنا هاي الشغلة قبل ما يموت حدا من الطرفين وتتوجعوا. بس يا بابا ممدوح، بدي موت والتف بالكفن ولساتني عم أقول كلمة يا ريت. هاشم أغا عم يقول إني ما بقدر أمسك لساني، ما بعرف اعتماداً على شو عم يقول هالحكي. بس أنا الاجتماع الجاي إذا بتحبوا حضراتكم بجيب لكم تسجيلات هواتف هاشم أغا، وبقلكم من أي تليفون شو عم يقول ولمين، لنشوف لسان مين يلي فلتان. نحن منقول يلي بدنا إياه، مين بيقدر يعمل معنا شيء؟ إذا بدك بكرة منطرح بالجرايد والتلفزيونات تبعنا قضية التار تبعكن وتبعاتها. كم يوم فيكن تبقوا برات السجن؟ جاي عم تهدديني أنت؟ بهذا المجلس ما حدا بيقدر يهدد حدا يا هاشم آغا. في مجلة ألمانية حطت سرنج فوق العلم التركي، بوقتها انخرب بيتنا وتغيرت الحكومة كلها بتركيا. هاشم آغا ما بيليق فينا نستهين بالقوة. أنا الست إنجي ما بشوفها هون مرة، بشوفها أخت لإلنا. لا تضغطوا كثير على هاشم آغا، تعرفوا اليوم قديش هو حزين، عنده جوانب معه حق فيها. بما أنه في عنا مجلس، خلينا نشوف قوتنا بين بعض مشان تزيد ثقتنا بين بعضنا. وأنا هلأ بدي أدعيكم لسفرة قصيرة. شو يعني ما بدك تقلي لي؟ أنا وعدته لمراد علم دار. سيد فكرات، عد لي كم وعد وفيت بعمرك كله. إبراهيم، هلا هذا كلام بينقال لواحد رايح على الموت برجلي؟ موت شو؟ يلا طالع السيارة. أنا كمان رايح. ما بيصير تروح. لوين رح تروح؟ رايح دردش مع مراد. لا تقول ما قال لي سيد فكرات، رايح مع الزلمة الغلط على محل كتير غلط. إبراهيم أنا سامحتك بحقوقي، وبالأساس مالك حقوق عندي، لهيك ما رح ردلك السؤال.
عزيزي مراد، جاهز مشان نروح ندردش سوا؟ انت شو عم تحكي؟ في دردشة بيناتنا انا وياك، مو هيك اتفقنا قبل شوي؟ اللي ما عم يتنصتوا بعد ما انقذ لك حياتك رح نزلك على خانتي وتصير من العيلة. الأخ ماتي بينفى، والأخ عبد الحي بتخب الحبوس، والمعلم عم بدردش مع النمر. يعني ما في تنصت. سبق قلت له لإبراهيم مراد ما بيخليهم يتنصتوا عليه. شو عملت بإبراهيم؟ مضطر إنه أخده معنا. قلت لك إنه ما بيصير. لما حكى عزاد أنت ما كنت هنيك. إبراهيم بيترك ملاحقتي. مظبوط هو دب، بس معي أنا مثل الباندا الصيني اللطيف. ماشي، يجي ويموت لكان. لا تقول ما قال لي يا مراد. أنت نفذني من الموت ويصير شو ما يصير. يعني انت ما راح تلبس درع مثلي؟ راح يقوسوك لألك مو لألي. مع ذلك احسن لو عاطين خبر لمديرية الأمن. شو رأيك ما تتدخل بشغلي؟ ماشي. تعرف امتى بدهم يجي يقوسوني؟ ما قالوا لي. يا لازم جيب معي كاسة لبن مشان هدي انفعالي شوي. لك شو انت مجنون يا زلمة؟ انت قلت لي عنه وقت. ما قلت هيك شيء. يعني رح ينقطع نفسي تماما لما بصيبني الرصاصه بصدري. كم ثانيه رح يكون تقيل شوي. لا تتلبك، رح تفكر انه ما عم تقدر تتنفس بسبب الضغط اللي على اطلاعك. طب بلكي الملعونه صابتني براسي. رح يقوصوا على صدرك، لا تخاف. طبعاً إذا ما خطر لك تبد راسك لقدامه. لو كنا جايبين إبراهيم معنا كان أحسن. شو رأيك تنسى إبراهيم؟ ما نو هون. بسرعة قل له قاعد معه مراد على مدار. اسأله منكمل بالعملية بسرعة. أنا بدي أشرب مشروب، تشرب معي؟ لا. أمرنا بتخليص الشغلة عالصفر؟ عالصفر. معناتها أنا بخلص على فكرات وإنتوا بتخلصوا على مراد. ماشي. صب لي وحدة لي كمان. خد اشرب هي. أنا بطلت من هاي الشغلة ورح أبيع المينا وأخلص. هلا رح أتصل بإبراهيم. لا تخبص الدنيا. ألو. لك أنت مجنون شو عم تعمل؟ سيد فكران.
سيد فكرات. سيد فكرات. إبراهيم لا تؤاخذني. تركي بسرعة بعت لي إسعاف. الاستيقاظ تبعنا هدول الالف شخص رح يحكموا بكرة عميد الف شخص والميد الف شخص عند اللزوم رح يقتلوا الملايين رح يقتلوا الملايين ما بقى في رجعة من هذا الطريق.